عندي فكرة. وشي أنت من يوم تطوعت والدنيا كلها ما أدري أمورك كلها متدهورتني يا أخوك. ايه انا من يوم نويت اني ما عاد بسمعهم، طيب يرسلون لي يا دافع البلاء. والله الشيطان قوية، بعض المرات اشوف اقول يا عزوز أنا أحس إنك أنت مطول في الطاعة ذي، أنا عارف. وش اسوي؟ انا اعلمك ايش لكن لك حاطين القلم طول العمر مش لك مع واحد انا اعلمك انا لا انا من اول كنت يعني كان ضميري يشتغل يأنبني يقول يا اخي يعني وكذا، والحمد لله يعني طيب صوت من دون وجه ها هي كذا اولها في دمك شوف يقولك ان بغيت تعسمها عسمها صح، صوت تعليقه ان بغيت تكتم لها صح كتم لها صح، وان بغيت ترد انا اردها. انا اقول انا ما يعني ما انا خلاص الحمد لله انا ما تايب انا خلاص بعتزل خلاص على طريق اعتزال يقول سلمان بن خالد بيعتزل.